خليني اقول لكم بيان اصدرته وزاره التضامن الاجتماعي يتعلق بتبرئه مستشفى 57 357 من كل ما نسب اليها. وزارة التضامن الاجتماعي أصدرت هذا البيان ووضحت فيه نتيجة التحقيقات في المخالفات اللي تم تداولها من خلال وسائل الإعلام، وأكدت الوزارة حرصها التام على استقلالية العمل الأهلي وحرية إدارته والقيام بدوره باستقلال تام دون تدخل من الجهة الإدارية إلا بالقدر الذي يسمح به الدستور والقانون من أجل استمرار العمل الأهلي والحفاظ على أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي هي في حقيقتها أموال التبرعات من يعني او الناس اللي كانوا بيقولوا انها بتحمي اموال التبرعات من العبث والتعدي عليها او استغلالها او اساءة استعمالها في غير النشاط المصرح به. وزارة التضامن الاجتماعي قالت في البيان انه في هذا الاطار ما تم الاشارة اليه اعلاميا عن وجود مخالفات مالية وادارية وفنية في مؤسسة مستشفى اورام الاطفال 57357 والمستشفى التابع لها، فان الوزارة شكلت لجنة فحصت الاف المستندات للوقوف على حقيقة ما تم ترديده، ضمت 17 عضوا ورأسها مستشار بدرجة وكيل مجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة وممثلين من هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات ووزارات التعليم العالي، البحث العلمي، الصحة، السكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وعمل اللجنة استمر أكثر من 5 أشهر كاملة وقامت بفحص آلاف المستندات واستمعت إلى ما قررت الاستماع إليه من العاملين بكل من يعني بكل العاملين من المؤسسة والمستشفى، كما تم تشكيل لجنة أخرى لفحص أعمال الجمعية المصرية للتنمية الاجتماعية والثقافية وجمعية المبادرة القومية ضد السرطان لتلقيهما تبرعات لصالح مؤسسة 57357 ولكونهما مؤسسين لها. ونبهت الوزارة أيضا إلى أن هذه اللجان انتهت بالفعل أو انتهت إلى ادعاءات ثبت عدم صحتها، وأبرزها الآتي: إجراء مسؤولي مستشفى تجارب سريرية على المرضى غير صحيح، استخدام المؤسسة أموال التبرعات للمضاربة في البورصة غير صحيح، تجاوز نسبة المصروفات الإدارية عن النسبة المقررة لها قانونيا غير صحيح، وجود مستشارين بالمؤسسة حيث تبان وجود مستشار واحد خاص بالأمن والسلامة والعلاقات الحكومية ويتناسب عدد العاملين مع احتياجات الخدمة وفقا للمعايير الدولية، إخلاء غرف المرضى أثناء تصوير مسلسل الشريط الأحمر والذي تم المشاركة في إنتاجه في إطار التوعية بمرض السرطان والدعاية ليه، وهو الغرض الذي يندرج ضمن أغراض جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان. لكن البيان قال أنه في الوقت نفسه وجود بعض المخالفات الإدارية وتم منح يعني هناك بعض المخالفات الإدارية وتم منح مجلس إدارة المؤسسة المهلة القانونية لتصويبها، والمخالفات هي بدء ترخيص أكاديمية 57357 للعلوم الصحية من الجهات المعنية حيث لم تكن مرخصة، وجمع المال من عن طريق وسيلة غير واردة بترخيص جمع المال الصادر للمؤسسة وهي وسيلة الرسائل النصية، استغلال بعض الأجهزة الطبية والتي تم استبدالها بأخرى أحدث رغم صلاحيتها بحيث يتم الاستفادة منها، ترخيص قسم العلاج الطبيعي بالمستشفى والبدء في تخصيص مدرسة الصباح الإعدادية للمستشفى مقابل تطوير الخدمات التعليمية بالمديرية وفقا لبروتوكول تعاون ما بين وزارة التربية والتعليم وفرع المستشفى بالقاهرة اللي بيستقبل سنويا 3000 حالة تقريبا وبيجري 7500 عملية جراحة سنويا، وبذلك تقدم المستشفى خدماتها لحوالي 60% من مرضى سرطان الأطفال بمصر غير الحالات التي يعالجها فرع المستشفى بالغربية. إذن خلاص وزارة التضامن أعلنت تبرئة مستشفى 57357 من التهم التي نسبت إليها، وفقط هناك اللجنة أجمعت على أن هناك بعض المخالفات الإدارية وأمهلت مجلس الأمناء فترة لتصحيحها.